عادل عبد الرحمن واحد من نجوم مصر ونجوم النادي الاهلي السابقين ومدربنا الكفء، اللي احنا الجزئية التدريب ونجاحه في الدوري السعودي برضه خليه اساله في الجزئيه دي. الدوري السعودي في وقت من الاوقات يا كابتن عادل برحب بيك في الاول، تحياتي ليك كابتن روعة، وحشني. حبيبي حبيبي. كنت متواجد يا كابتن في الدوري السعودي، وكان في وقت من الاوقات كان في عدد معين وتم زياده عدد اللاعبين المحترفين، وبعد كده تقريبا الدوري السعودي ابتدوا يقللوا اللاعبين المحترفين. كابتن عادل، كنت دايما ليك راي انت في الجزئيه دي، ان زياده عدد اللاعبين المحترفين كان ضد مصلحه الكوره سواء بقى في السعوديه او هنا. يا ريت اعرف دي صح ولا غلط، لان انا كنت سمعتها منك قبل كده في تصريح. بص يا كابتن محمد، عايز اقول لك حاجه مهمه جدا. مش المهم العدد قد مهم استفاده الانديه وماذا يقدم اللعيب الاجنبي للدوري اللي بيشتغل اللي بيلعب فيه. ده رقم واحد. ما تقوليش ان انا بجيب لعيب اجانب تبقى مستواهم قليل. انت بتجيب لعيبه اجانب عشان تقوي الدوري بتاعك، علشان تجيب ارقام فلوس عاليه قوي بهدف، وانك بتسوق الدوري بتسوقه علشان يجيب لك رقم كبير قوي في التسويق. هدف من ضمن الاهداف الماديه. الاهداف الفنيه انت بتتكلم على لو انك جبت لعيبه مميزين ممكن يفوزوا لك اللعيبه الدوليين، هيلعبوا مباريات قويه كل فرقه هتبقى. يعني مثلا لما جه الدوري السعودي كبر وكبر عدد اللاعبين وبقوا 7 و8 لعيبه، بقت فرقه احد ممكن تكسب الهلال، بقت فرقه الفرق اللي هي في الليفل الاخير في الدوري ممكن تكسب الليفل الاولاني في الدوري، لان عندهم جايبين 8 لعيبه محترفين. بس دي بيتاثر فيها المنتخب القومي بقدر بسيط، وبيتاثر بيها ماديات الانديه لو ما عرفوش يسوقوا طب انت كويس. الاهم يا كابتن انك تشوف الدوري بتاعك كويس ولا تشوف منتخبك كويس؟ بس هي منظومه النجاح هو منظومه متكامله. ما ينفعش ان انا اعمل دوري لعيبه محليه وما يبقاش فيه فلوس كويسه خالص، علشان ما تعمل دوري ماديا من الناحيه الماديه ما بيبقاش، لان الدوري بيتقاس ناحيه ماديه وناحيه اعلاميه. وده اللي بينجحهم المدربين الكبار اللي بيجوا من الخارج، اللي انت بتسعش معنا مثلا بيجي وقت من الاوقات بيبقى عندك 14 مدرب اجنبي جوه الدوري، ويبقى 15 مدرب اجنبي احيانا في فترات طويله قوي. اقل سنه بيبقى في الدوري المصري حوالي مثلا 8 مدربين اجانب، وبيمشي منهم 5 6. فانت بتستقطب مدربين اجانب، بس هي المشكله هتستقطب مين؟ يعني شمال افريقيا زي كابتن فرحان، تونس والمغرب بيعرفوا يشتروا اللاعب وبيعرفوا يبيعوه كويس. هو الهدف انك تجيب اللعيب ده الناحيه الماديه، وازاي تلعبه كويس وازاي تسوقه كويس وازاي يجيب لك ارقام كبيره. ولكن للمصلحه العامه احيانا في دوريات لا يصلح فيها اجانب كتير ومنها من الدوري المصري. ليه؟ لان انت عدد سكانك كبير، انت 100 مليون او 110 مليون، عندك الممارسين لكره القدم ممكن يوصلوا رقم كبير. فانت لما بتجيب لعيبه اجانب كتير فبتقلل فرص اللعيبه ان هي تلعب في الدوري. لكن لو انت النسمه بتاعتك قليله وعندك اللعيبه الممارسين لكره القدم واللي في الدوري المحترفين اللي عندك في الدوري بتاعك عددهم قليل وفرق عددها قليل، فاقدر اقول لك ان اللعيبه المحترفين المفترض يبقى. لكن انت علشان عددك كبير فافتكر ان تقليص اللعيبه الاجانب تبقى مصلحه افضل للدوري، ولكن فنيا ممكن يقل شويه يقل كدوري يا كابتن كقيمه الدوري وفنيات الدوري. ما خلي بالك يا كابتن فاروق، مثلا الدوري الانجليزي لما بيجي يسرق الارضيه او يسحب البساط من تحت الدوريات، انت عارف زمان التسعينات كان الدوري الايطالي رقم واحد مثلا. ليه؟ عشان كان بيجيب لعيبه كبار، لعيبه اسماء كبيره قوي. الدوري الاسباني سحب البساط في الفتره اللي من قيمه 15 سنه من الدوريات كلها، لان جاب لعيبه كلها قويه جدا. الدوري الانجليزي لما بدا يجيب لعيبه كبار بدا ياخد العيون وياخد الانظار. فانت لما بتجيب لعيبه غاليه يعني لعيبه كبار بيخلوا لك الدوري. صحيح. يعني الدوري الاسباني عشان نبقى متفقين، بعد ما مشي رونالدو قل قيمته التسويقيه وقل قيمته الفنيه. انت فاهمني؟ فانت ايه الهدف اللي انت عايز تعمله؟ اصل شوف، انا يمكن انا متابع حته الكرة في
اللجنه الخماسيه. انا اتمنى ان يبقى في بلان كامل للدوري واللعيبه المحترفين وعددهم يبقى ايه. مفيش مانع انت في وقت فاضي دلوقتي يعني ما عندكش ضغوطات ما عندكش اي حاجه،